السلام عليكم، فيديو جديد اخوتي، نهار جديد وما كاين غير الجديد مع مريم فاميلي. هانتوما الكاس السحري ديالي كنشرب فيه القهوه ملي كنكون جالسه وكنبغي نتذكر ولا نضار ولا شي حاجه. خوتي كيكون حمار وهو يبدا يبيض. المهم عندي منزل النضار ديالو في القناه. الموضوع ديالي هذا النهار علي ويصال. غادي تقولوا مريم ما بقى لك غير علي ويصال تنتينا تهضر عليهم. حق انا غادي نهضر عليهم عكس الناس اللي يهضروا عليهم. غتقولوا كيفاش غتهضر عليهم عكس؟ مهم قبل ما تنويو فيا الظن ولا تنويو فيا شي حاجه خايبه سمعوني من الاول حتى الاخر عادي تحكموا. مهم عندي رسالة، عندي رسالة ماشي العالي ويصال بوحدهم، عندي رسالة لمحمد وراضية والعالي ويصال وكنتمنى لكل القنوات اللي كيحرضوا ولا اللي كيزيدوا يشعلوا العافية. خلي كاين الناس اللي كيهضروا في شي حاجة اللي كاينة وكاين الناس اللي ما كيهضروش في شي حاجة اللي كاينة غير كيهضروا صافي، باغيين يخدموا على يعني يطلعوا القنوات ديالهم وما كينساوش واحد الحاجه، كينساوها واحد الحاجه، كينساو ربي اللي اهم حاجه كاينه في هذا العالم كامل كينساوه ربي الحبيب. يعني واحد الحاجه اللي حنا ما شفناهاش غير كنسمعوا وكنحللوا، شحال من واحد كنحللوا عليه كنشوفوا شي لقطه هيدا وهيدا كنحللوها على راسنا على العقل ديالنا وتقدر تكون غلطه، يعني ما كتفكروش تقدر تكون غلطه. مهم انا ما غاديش ندافع لا على علي ويصال ولا على راضية محمد حيت انا واحد النوع اللي كنتحيز، يعني كنشوف بعيني كنسكت ما كنقدرش نهضر. علاش؟ حيت هما عائله وشاركين الدم وشاركين كل شيء. بالعكس حنا خصنا ندافعوا على اللي كيبغيهم يحاول انهم يرجعوا كيف ما كانوا في الاول، يرجعوا ديك الخوت، كانوا خوت، كنا كيعجبني نتفرج فيهم هيداك مجموعين، ديك الضحك، ديك النشاط، وخصوصا انهم جيران ساكنين حدا بعضهم. واش الاطفال تربى فيهم عباد الله الحقد؟ اش هاد العالم وصلنا ليلو؟ للاسف اش هاد العالم وصلنا ليلو؟ واش باقي اكثر من هيدا؟ الاطفال حقدين. ما تمنيتش يعني نشوف هاد الشيء هذا اللي كنشوفه. بزاف شرف، شرف كيتلعب به كما يعني الشرف من الطرفين من لهنا ومن لهنا. اش هاد المستوى؟ اش هاد المستوى؟ حشومه والله العظيم الا حشومه. انا بعد الصراحه كيبقى فيا الحال واخا هاد اليوتيوب ما نعرفش انه غادي يعطيني، ما نوصلش لديك الدرجه انني نقذف في عائلتي ونخليو القنوات كامله كتهضر. يعني حشومه حشومه. وقفوا هادشي، هذا رساله مني. اللي بغى ينتقدني ينتقدني يهضر كما بغى. مهم رساله مني انا كوحده مغربيه يعني بلا بدون يعني انني عندي قناه ولا شي حاجه، مراه مغربيه جات الغير على المغاربه ديالها اللي عاملين هاد البلبله هادي وهاد الروينه هادي كامله وهاد الشوشره وكل شيء داخل في الموضوع. حتى انا دخلت معاهم في هاد الموضوع هذا حيت كل شيء رجع داخل في هاد الشيء هذا. وكاين غير اللي كيشعل العوافي وكاين يتصدع كيشعلوا النار من تحت التبن. ما كاينش اللي كبر الموضوع قد القنوات، ما كاينش اللي كبر الموضوع ديال علي ويصال من غير القنوات. القنوات هما اللي كبروا هذا الموضوع هذا، يعني حنا اللي كبرناه اللي كنهضروا فيه بزاف وكلشي، وكبرنا هذا البلبله وهذا الصداع هذا كامل. بالعكس ندخلوا نصلحوا الامور. ملي كنسمعوا على ويصال ديك الكلام كيبقى فينا الحال. خطنا انا كنحسب راسي في عوطه طايح عليا ديك الظلم. راضية هيداك حتى هي الله يكون في العون. انا ما غنلقبش، انا ضد ديك الالقاب اللي كتقولوا ها انا كنسمع كلشي وعارفه كلشي، ها راه الشطابه، ها امريكان. حشومه. واش حنا مسميين بهاد الاسماء؟ واش حنا ذبحونا وسمونا بالاسماء ديالنا رجعنا كان الاسماء هيدا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انا صراحه بقى فيا الحل على هذا الشيء هذا بزاف بزاف بزاف، وما بغيتش نتدخل في هذا الموضوع، ما بغيتش كنت نهضر وبغيت نعمل هذا الفيديو هذا. كلشي عامل هذه الفيديوهات هادو ولكن هما للتحريض. انا بدلت الموضوع ليكم،
بغيت نقول لكم اخوتي اللي اللي عاد زايدين كتبحثوا وصلتني معلومه جديده بغيت نقولها. الله اتقي ربي الحبيب، اتقي ربي الحبيب، حشومه وهذا عار. الانسان يتدخل، يتدخل الصلح، صلحوا الناس. كاملين كنغلطوا، كاملين كاملين كنغلطوا، ما كاينش اللي ما كيغلطش، كلشي كيغلط، واللي كيغلط وكيعترف بالذنب ديالو ربي كيسمح له الانسان يعتذر ويتسامح ويبكي، وربي الحبيب غادي يعمل تاود الخير ويوقف الانسان هاد الصداع هادو وهاد المشاكل. الله يودي حشومه، حشومه كيضحكوا علينا الدول الاخرى، كتضحك علينا بلا ما نهضر. الاخبار وصلت خرجات المغرب، الا الشرف ديال الانسان الا السمعه ديالو راه ما كتعوضش باش الانسان، وخصوصا الوالدين ديالك علي اخويا كنحترمك فوق راسي، الوالدين ديالك ماشي باقي قد هاد المشاكل. شحال غيدوموا هاد الوالدين؟ شحال غيبقاو؟ الله يطول لهم في العمر. شحال غيبقاو الوالدين ديالك؟ خليهم هاد الايام اللي بقى لهم، ما عرفنا شكون اللي غادي يسبق واش حنا ولا هما، يدوزوا هاد الايام اللي بقى لهم يدوزوها في سلم. حشومه، وقفوا هادشي هذا اخوتي، وقفوا حشومه والله العظيم. الى الصراحه انا بعدا ويلي الهضره فين ما دخلت كنجبر الهضره غير على هادشي هذا، على هاد الموضوع هذا. مبروك وصال، مبروك كنقول لك مبروك، الله يكمل بالخير وربي يفرحك من بعد 11 العام ديال الانتظار. كنتمنى ربي يكمل لك بالخير ويفرحك ربي باش ما تمنى قلبك ان شاء الله يا ربي. هذه رساله لي لك. ولا انا كنحترمهم فواحد الحاجه اللي كيبانوا لي زعما صادقين الصراحه، وكوب المزيون كيتصرف يعني بعفويه ماشي يعني متصنع. ومحمد وراضيه ما عندي معاهم غير الخير والاحسان، ما غاديش نهضر فيهم، ما نهضر حتى شي واحد الصراحه. محمد انا غادي نهضر عليه، كيبان لي من اطيب خلق الله، شهاده لله. يعني عمري ما تعاشرت معاه ولا عرفته غير النظره ديالي اللي كتبان لي فيه دقمو، ما كيهضرش شي حاجه اخرى. هادي نقدر يعني سبحان الله، الانسان اللي كيكون مزيان كيكون باين. او وقفوا هادشي هذا، وقفوا هادشي هذا وتصلحوا، وان شاء الله يكون غير الخير. ويعني الانسان يعني عنده مشاهدين يعني اللي كيتبعوه في الوطن خارج الوطن، يحاول انه يعمل يعني خدموا على القنوات ديالكم كما كنتو. حنا كنا كنبغيوكم هكذاك، انا شخصيا كنتبع الفيديوهات ديالكم كاملين بيهم، وكنبغيوكم بديك الطريقه اللي نتوما كتنزلوا بها الفيديوهات ديالكم، البساطه الشيء اللي دخلتوا فيه بزاف يعني الصراحه. مشاكل هادو، مشاكل بزاف. تحياتي للمنتقدين، تحياتي، ولكن حاولوا انكم تدخلوا بخيط ابيض وتحاولوا يكون صلح جميع القنوات. اذا حاولت انها تتدخل بخيط ابيض وتجري على الصلح غادي يكون الصلح. حنا المشكله كاينين اللي كيشعلوا العافيه، كاينين اللي كيخرجوا اشاعات. والله العظيم الا كيبقى فيا الحال، والله هاد الضحكه اللي كتشوفوني كنتبسم، هاد التبسيمه ماشي ديال من القلب يعني كتضحك، يعني ديك الضحكه. تحياتي لكم، وكنتمنى هاد الفيديو يكون خفيف وظريف على قلوبكم. ما كنتش باغيه الصراحه نهضر في هاد الموضوع، ولكن قلت غادي ندخل وغادي نهضر في هذا الموضوع ولكن بخيط ابيض. كنتمنى الصلح، كنتمنى نشوفكم مع بعضياتكم كما كنتو، خصوصا انكم جيران. ملي كتخرج وصال كطلع على الدار راضيه، يعني وعندكم بزاف الحاجات مشروكين، يعني ماشي حتى لهاد الدرجه. خساره والله العظيم الا خساره، يعني ماشي هادشي هذا يكبر حتى لهاد الدرجه هذه. يلا اخوتي الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله. وكنتمنى اخوتي بارطاجيو هذا الفيديو هذا باش يوصل، بارطاجيوه وكل شيء يجري على الصلح. وتحياتي لكم، وما تنسونيش من التعاليق وللايك. تحياتي لكم، باي باي.